قبل ما نحط الصورة معانا كمان مكالمة مهمة جدا، لأن هقول كلمة حق. المكالمة دي بالنسبة لي مهمة، لأن أنا شفت كابتن مجدي عبد الغني امبارح في الاستاد بيتعامل مع المباراة كأنه واحد من الجمهور، نسي اللي هو مسؤول جاي يمثل اتحاد كرة القدم، نسي اللي هو ابن من أبناء النادي الأهلي. الراجل كان بيشجع مع اللي بيشجعه، ولا ده نفاق ولا رياء لحد. كابتن مجدي عبد الغني برحب بحضرتك. اهلا بيك يا شادي، ازيك؟ وحشني كتير يا كابتن مجدي. النادي الاهلي ده خيره علينا كلنا طبعا شادي، طبعا النادي يا كابتن. الاهلي ده حياتنا، والنادي الاهلي ده يعني هو اللي عمل اسامينا وله فضل علينا، لازم نبقى زينا مش زي الجمهور، اقل من الجمهور كمان. كابتن مجدي انا شفتك امبارح في موقف عجبني جدا جدا بعد المباراة، سواء وانت خارج من الاستاد وبتكلم الجماهير في الشارع وعمال تقول لهم هنرجع بالكاس ان شاء الله، ليه كنت بتقول لهم كده يا كابتن مجدي؟ ان شاء الله، والله عندي ثقة في لعبتنا ان شاء الله باذن الله يا رب، وعندي ثقة في الله ان ربنا مش هيخذلنا، وعندي ثقة في الناس اللي اشتغلت، مجلس ادارة النادي الاهلي والجهاز الفني اللي اشتغلوا باخلاص وبكفاءة وبجد. الناس دي بذلت مجهود كبير جدا جدا في خلال مشوارها في الحقيقة في ادارة النادي الاهلي، عملوا مرسى رائع وعملوا نادي رائع وعملوا نادي 6 اكتوبر اكتر من رائع. كان يعني كان نفسي ان ربنا يعني ينهي المشوار في اسكندريه، لكن هو ربنا اراد ان نستنى لحد مباراه الدار البيضاء، وان شاء الله عشان تبقى الفرحه اكبر واقوى باذن الله. كابتن مجدي كلاعب كوره سابق وواحد من نجوم وولاد النادي الاهلي، الاهلي يقدر يا كابتن مجدي؟ الاهلي يقدر طبعا، انت شفت المباراه بتاعت امبارح، الاهلي كان مسيطر في الشوط الاولاني تمام، والاهلي ضيع اجوان كتيره جدا، والجون اللي جبناه بدري فتح فرقه الوداد في الحقيقه، وضيعنا بعدها هدف ازارو، وكنا مسيطرين على المباراه، وهم ما كانوش هم ما راحوش على الجون غير بالكره اللي جت جون للاسف الشديد في الشوط الاول يعني. فيعني الاهلي اللي عمل ده هنا يقدر يعمله هناك، وعندنا امثله كثيره، فوز الاهلي على النجم بره، وفوز الاهلي على الترجي بره، يعني فوز الاهلي على النجم هنا قصدي، وفوز الاهلي على الترجي وعلى الصفاقسي، يعني عندنا تاريخ مع كره القدم المغاربيه سواء تونس او الجزائر او المغرب، الحمد لله يعني لينا تاريخ مشرف، ولاعبتنا يعني تحت الضغط ده بيبقى عندهم ثقة وبيبقى عندهم اصرار على تحقيق حاجة إن شاء الله بإذن الله يحققوها بإذن الله إن شاء الله. يعني كابتن مجدي أكيد في جيل عظيم حضرتك واحد منه ولعبت معاه، مررت بمواقف كتير جدا، نصيحة الكابتن مجدي عبد الغني للاعيبة النادي الأهلي في المواقف دي تقول لهم إيه؟ أقول لهم الهدوء ان شاء الله باذن الله، ربنا هيكرمنا بجون هناك ان شاء الله يصعب المسؤوليه على فرقه الوداد. اقول لهم لازم تتكاتفوا اليومين اللي جايين، انا كنت يعني حاسس ان اللعيبه متكتفه لازم الفتره اللي جايه كابتن حسام، وكابتن حسام اللي عايز اقول له يا كابتن حسام، انت بنتك عملت حادثه في كندا وانت ما رحتش تطمن عليها، وكانت في البدايه الحاله حرجه والحمد لله هي كويسه دلوقتي. بقول له يا كابتن حسام، التضحيه اللي انت عملتها دي ما عملهاش غير ابن من ابناء النادي الاهلي، وانت بالفعل ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين، وطول عمرك كانوا بيندهوا لك حسام البدري يا راجل، لانك كنت بتلعب برجوله وباخلاص. ان شاء الله باذن الله تقدر تشيل الكاس، ويبقى هو ده الهديه اللي تاخدها توديها لبنتك ان شاء الله باذن الله لما ننتهي من بطوله افريقيا، وتبقى مكافأة من ربنا ليك بإذن الله إنك أنت تحملت على نفسك ويعني ما سافرتش عشان خاطر ناديك وعشان خاطر فرقتك. فيعني إن شاء الله بإذن الله اللعيبة أكيد حاسة بالمسؤولية، محتاجين عبد الله بس يفوق الماتش اللي جاي، محتاجين أجاي يكون أفضل من الماتش اللي فات، محتاجين أزارو ربنا يكرمه ويرجع للي عمله في ماتش النجم. يعني ان شاء الله باذن الله كل دول، وليد سليمان برضو نفس القصه يرجع للمستوى اللي كان في مباراه النجم، ان شاء
شاء الله باذن الله اللعيبه تبقى في حالتها ويقدروا يحققوا حلم، يعني المصريين كلهم، عايز اقول اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي وكل المصريين بتتمنى النادي الاهلي يرجع بالكاس باذن الله ويضيف انتصار مع انتصار رجوع او وصول منتخب مصر بكاس العالم باذن الله ان شاء الله. واحد من نجوم النادي الاهلي وعضو مجلس اداره اتحاد كره القدم كابتن مجدي عبد الغني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.